مثلك اوصف. Je suis ravi de pouvoir accueillir aujourd'hui ma collègue et mon amie Madame Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Catherine Colonna, que tu as appris au Maghreb, j'ai été là à plusieurs moments et avec des qualités différentes. ولكن هذه أول زيارة لها كوزيرة الخارجية الفرنسية إلى المغرب، لهذا فهذه الزيارة هي مهمة ومهمة جدا باعتبارها أول زيارة للسيدة الوزيرة إلى المغرب. مرة أخرى مرحبا بك في هذه الزيارة. الزيارة لها أهمية خاصة كذلك من منطلق أنها تأتي في إطار تحضير للقاءات على أعلى مستوى بين البلدين خلال بداية السنة، خلال ثلاث أشهر الأولى من السنة المقبلة، وتأتي كذلك من منطلق الأهمية الخاصة ليوليها جلالة الملك محمد السادس للعلاقة التقليدية المتجذرة مع الجمهورية الفرنسية. لقاءنا اليوم كان مناسبة باش بتعليمات من جلالة الملك ومن فخامة الرئيس باش نشتغلوا على التحضير لهذا الاستحقاق اللي غيكون على أعلى مستوى، ولكن كذلك كان مناسبة باش نشوفوا واقع العلاقة بأسسها الصلبة بمظاهرها المتعددة والمتنوعة، ولكن كذلك ببعض الإكراهات اللي مرة كتواجهها وكيفية التعامل معها. كنظن بأن نقاشنا اليوم حول العلاقات الثنائية وضح بأن هناك تطابق في وجهة النظر، تطابق حول الرؤية لتطور هذه العلاقة انطلاقا من تعليمات جلالة الملك محمد السادس، ولكن كذلك بين بأن هناك طموح مشترك لهذه العلاقة وكيفية تطويرها. تحدثنا كثير حول الجوانب المختلفة اللي يمكن تشكل قاعدة لتطوير العلاقة، وتحدثنا كذلك حول كيفية إعادة إحياء آليات التعاون سواء الموجودة بين وزارتي الخارجيتين أو الآليات التعاون والتنسيق المختلفة بين البلدين. كان الاجتماع كذلك مناسبة باش نتحدثوا على بعض القضايا الإقليمية اللي كتهمنا خاصة في غرب إفريقيا وفي الساحل، وغادي نتحدثوا اكثر حول القضايا الاقليميه بعد قليل كذلك في غداء العمل اللي غادي نديروه، لان بين المغرب وفرنسا كاين كذلك رهانات مشتركه وكاين تحديات مشتركه في مناطق مختلفه من العالم اللي تعاملنا كيكون فيه نوع من تبادل وجهات النظر، وفي بعض الاحيان نوع من التنسيق كذلك حول مجموعه من هذه القضايا سواء في منطقة شمال إفريقيا في الشرق الأوسط أو في القارة الإفريقية. إذن فهذه واحد المحطة مهمة في أفق تحضير الاستحقاقات المقبلة وفي أفق القفزة النوعية اللي كينتظر الجميع في العلاقات الثنائية. شكرا. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. شكرا جزيلا السيد الوزير، السيد الوزير، السيد ناصر بوريتا، السادة والسيدات. بدوري أود أن أقول لكم بأنني سعيدة جدا بأن أحضر للمغرب، بلد عظيم وبلد صديق، ويمثل بالنسبة لفرنسا شريك استثنائي. نسجنا معه وقال ذلك السيد الوزير علاقة
بكثافة وجودة استثنائية. ويمكن أن أقول بأن بين المغاربة والفرنسيين هناك شيء فريد خاص وبشكل تلقائي، إنها علاقة لا يمكن أن نقارنها بأي علاقة أخرى. أريد أن أبدأ أولا أصدقاء المغاربة، أن أعرب عن احترامي وصداقتي لزاء المغرب، وكذلك أن أتوجه بالتهنئة للفريق المغربي، المنتخب المغربي، والذي بالفعل حقق مسارا رائعا. وبالأمس كان اللقاء رائعا، لقاء رياضي رائعا، وكل ذلك يبشر بالخير للكرة القدم المغربية. فأتمنى بأن تتمكنوا من تحقيق أحلامكم، وأنا متأكدة بأن هذا الفريق سيذهب إلى مدى بعيد. السيد الوزير أشار أنني قد زرت المغرب عدة مرات في زيارات إما رسمية أو شخصية، وكنت دائما أسعد بذلك. هذه أول مرة آتي إلى المغرب وأزور المغرب كوزيرة للشؤون الخارجية، وأريد أن أعرب عن امتناني لما خصصت كرم الضيف وحافة الاستقبال الذين خصص لي من طرف السيد الوزير. دائما هذه التشاورات كانت مكثفة وثرية حول مواضيع مختلفة، وسنواصل هذا التشاور. وكذلك رأيت أن هناك تقارب كبير في رؤانا حول ملفات كثيرة، ولكن أمامكم وأريد أن أركز على الأهم، وأريد أن ألح على مبدأين أساسيين يلخصان في نظري موقفنا اليوم والوجهة التي نريد أن نسير إليها. أولا، هناك إرادة مشتركة لنظري نحو المستقبل، وما هو قائم بالفعل لاحظنا أن هناك تقارب لوجهات النظر، وذلك التقارب سيمكننا من السير نحو المستقبل معا. بعض الأفكار بالنسبة لهذين المبدأين، أولا النظر نحو المستقبل، السيد الوزير أشار لذلك، هذه الزيارة اليوم دليل بليغ على رغبة فرنسا للنظر إلى المستقبل تطبيقا لرؤية صاحب الجلالة ورئيس الجمهورية الفرنسية. خلال الاتصال الهاتفي بينهما في أول نوفمبر عرض عن ذلك، وكذلك إنني لن أفشي سرا، يوم الأربعاء مساء كان هناك تواصل بينهما وأريد أن أعرب عن ذلك. المرحلة التالية تتمثل في زيارة رئيس فرنسا للمغرب في تاريخ سيبقى علينا أن نحدده لاحقا، ولكن نحن نعرف أنه سيتم خلال 3 شهور أولى من السنة القادمة. هذا النظر نحو المستقبل أمر نتحمل مسؤوليته معا، حتى نصيغ علاقات متينة بين بلدينا. وقد كما قلت ذلك للسيد الوزير، ينبغي أن نقيم تلك العلاقات متينة ل10 سنوات القادمة، وليس فقط لليوم، أن ننظر إلى مدى بعيد. هذا النظر نحو المستقبل ينبغي أن يستند إلى حوار ذو جودة كالحوار الذي قائم بيننا اليوم، أي قائم الاحترام ومبادلات رأي منفتحة وثرية. وأنا مع السيد الوزير لدينا روح بناء في هذا الباب. ولكي أبين قولي، أريد أن أشير إلى موضوع أثار انشغالنا بعض الشيء خلال الشهور الأخيرة. لم أننا اتخذنا إجراءات مع زملائنا المغاربة لإعادة النشاط القنصلي بشكل عادي، وقد تم ذلك حتى نعيد علاقة كاملة، نعيد العلاقة إلى وضعها الكامل بين بلدينا. هدفنا هو أن نرفع مستوى المبادرات البشرية بين البلدين، وأن نشجع هذا التداخل العميق بين مجتمعينا لزاء هذه العلاقة الفريدة. إن رأس مال البشري المتواجد بين بلدينا يمثل ورقة رابحة لبلدينا، وسيبقى ذلك أساس علاقتنا الثنائية ومحرك للمستقبل. وأنا أريد أن أركز وأتحدث عن المستقبل، وأنا سعيدة بأنني أشارك في هذا الجهد. وبالإضافة إلى هذا الموضوع، هناك كثافة للعلاقة بين البلدين، وهذه الكثافة
بقيت قائمة دائما حتى خلال السنوات الأخيرة في مجالات ثقافية والسياسية والاقتصادية والجامعية ومجالات أخرى، وقد اتفقنا على أن نعمق من عملنا المشترك لكي نبدأ في مسارات تعاون جديدة بالإضافة إلى تلك القائمة بيننا اليوم في مجالات أساسية بالنسبة للمغرب وفرنسا على حد سواء. وكما أشار لذلك السيد الوزير فإننا نرغب في التقدم بوتيرة جيدة حتى نمكن بأن نتمكن من أن تصبح زيارة السيد الرئيس دليل على هذه المرحلة الجديدة. إذن ركزت على توافق الآراء، وهذا توافق الآراء مهم جدا حول مواضيع متعددة. أما بالنسبة للقضية الدولية ونحن سنتحدث نتناولها بعد حين، هناك رؤية واحدة بين المغرب وفرنسا، يمكن لهذه العلاقة بأن تكون محركا لمعالجة بعض التحديات التي تواجهنا والمتصلة بالجوانب العالمية، ولدينا مواقف قريبة بعض البعض. وبالنسبة للقارة الأفريقية تناولنا كذلك بعض المواضيع الخاصة بها بالنسبة لمكافحة تغير المناخ وكذلك تحسين الأمن الغذائي، وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالطاقة وقضايا أخرى مهمة متعلقة بالتنمية النمو المستدام، وكذلك ونحرص البلدان يحرصان على ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك قضية التحول الإيكولوجي. نحن بالفعل وقفنا على أننا بالفعل ساعدنا بعضنا البعض بشكل كبير، وأننا سنعمل معا لإعداد الزيارة الرئاسية وحتى تكون تلك الزيارة في مستوى الطموح الذي نريده لبلدينا. وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا في هذا العالم المعقد حتى لا أقول الخطير، ونحن نعرف الواقع الذي نتحرك فيه، هذه نقاط التوافق ينبغي أن نستخدمها ونعول بعضنا عن بعض. هذا التعاون الفرنسي، هذه الشراكة الفرنسية المغربية تأتي في إطار رؤية نتقاسمها حول العالم، وحرصنا على قيمنا وحرصنا على المقاربة متعددة متعدد الوجهات. إذن إرادتنا بسيطة وهي أن تكون في إطار شراكة مثالية، شراكة مثالية مع المغرب، شراكة استثنائية وأخوية وحديثة. ونحن نعرف كما قال ذلك السيد الوزير، نحن نعرف أن ذلك يفترض بأن نتكيف الطرفان مع التوقعات المشروعة للمغرب، والمغرب يتحول ولا زال يتحول ويلعب دورا كبيرا في البحر المتوسط وفي أفريقيا، وأن نقترح على المغرب ما يمكن لفرنسا التي تتحول بدورها بشكل عميق، بأن نقترح المغرب ما لدينا، ما هو الأفضل الذي يتوفر لنا حتى نتحرك معا. ذلك هو معنى الزيارة الرئاسية الذي سنستند إليه ونعمل على أساسه أنا والسيد الوزير والفريقان من الضفتين البحر المتوسط. نحن معاقدون العزم للذهاب إلى مدى بعيد معا ونكتب صفحة جديدة ونستند لبعضنا البعض، لأننا نحن نعرف أن كلنا يحتاج لآخر للاقتصادي ونهوض بقيمنا والاستجابة لتوقعات الشباب ومواطنينا في بلداننا. وأنا رهن إشارتكم مع السيد الوزير إذا ما كانت لديكم أي أسئلة. شكرا للسيد الوزير. Delphine Twitou de l'agence de la France. أريد أن أعرف هل تناولتم قضية الصحراء وهل يمكنكم أن تحدثون عن ذلك؟ هذا الشيء، هل فرنسا مستعدة للاعتراف بمغربية الصحراء؟ Je vois que monsieur le ministre
me laisse répondre la première. رانا السيد الوزير يريد أن نأخذ كلمة أرد أولا وأعتقد أن السؤال كي وجه الوزيرين سيدتي فإن موقع فرنسا موقف فرنسا معروف يعرفه فرنسا ويعرفه أصدقاء آخرون لقد حرصت بأن أذكر بذلك في حديثي مع أحد زملائكم والموقف له ميزتين أولا الوضوح والاستمرار نحن ندعم وقفة القنار وندعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأمين العام المتحدة وكذلك نرغب في أن يعود الطرفان للمفاوضات من أجل حل عادل وواقعي وفي هذا الإطار نحن وقسنا ذلك في السنوات الأخيرة وكان هناك استمرار كانت هناك استمرار يعني لوقف فرنسا في الأمم المتحدة بشكل خاص لتجديد المدافعين من أرسو وإذا ما كان سؤالك يتناول كذلك سيدتي الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب فمنذ سنوات كذلك نحن موقفنا معروف من طرف شركائنا وأصدقائنا المغاربة إنه موقف يؤيد الموقف المغربي وقد أبنى عن ذلك في إطار الأمم المتحدة حتى حينما كنا لوحدنا في ذلك الموقف لتقديم بعض الأفكار ونحن وذلك لم يتغير يمكن المغرب أن يعول على دعم فرنسا ولا سيما في وقت عدت فيه التوترات وبعض الخروقات إزاء وقفة القنار ولا بد في هذا الإطار من أن نبين هذا التوجه نحن قلنا ذلك وأحرص على أن أكرره اليوم صحيح هذه القضية نناقشها ولكنها ليست قضية تهيمن على مناقشتنا أعتقد أن فرنسا مدركة لأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب والشعب المغربي وللقوى الحية بالمغرب كذلك ومنذ البداية بالفعل فرنسا أيدت وقدرت خطة الحكم الذاتي كما أن فرنسا تحدث عن التحول والتكيف وإن ملف الصحراء في حد ذاته قد عرف مؤخرا تطورات مهمة بيئة قضية الصحراء قد عرفت على المستوى الجيوسياسي تطورات وهذه التطورات حصلت دون ما إعادة النظر في أساسيات يحرص عليها المغرب المغرب لا يريد حلا يفرط بل ولكن المغرب يعتبر من الوقت قد حان لتحديد مواقف إزاء هدف العملية الأممية وليس فقط من ذات العملية وحدها فالعمليات لا تمثل هدفا في حد ذاتها بل إن العمليات ينبغي أن تؤدي بنا إلى حل ومن الأساسي بأن تكون الدول القريبة من هذه المنطقة والتي تعرف هذا الملف بشكل جيد بأن تساهم في تحديد هذا الأفق أفق الحل وبالفعل خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عملي الذي أنجزه صاحب الجزالة حدث تغير أساسي في مواقف دول قريبة من فرنسا إما جغرافيا أو سياسيا ولكن كما أشرت فرنسا كانت دائما رائدة والحاجة للتكيف قائمة موضوعة على الطاولة ويمكن أن ننظر فيها لكن المغرب لم يعتبر بأن موقف فرنسا موقف سلبي على العكس سمير الوردغي من ميدي 24 لدي سؤال للوزيرين السيدة كولونا قلت لنا بأن هذه الزيارة
دليل على العودة للوضع الاعتيادي بالنسبة للتأشيرات. هل القنصليات ستبدأ في تقديم التأشيرات دون ما قيود على عكس ما حدث منذ شتنبر 2021؟ وأنتهز الفرصة للتوجه للسيد الوزير بالنسبة لهذه الأزمة التي بالفعل سممت العلاقات منذ سنة، هل قدمتم أي مقابل لتطوير الأمور؟ إذا ما سمحت السيد الوزير سأجيب على السؤال الأول لأنه وجه لي. قلت وأكرر وأكد ذلك، لقد قمنا بما ينبغي لاستعادة الأنشطة القنصلية العادية، ويمكن أقول لكم لقد تم ذلك، وقد تم ذلك. وحتى أكون أكثر وضوحا وإيجازا وإن كنت واضحة، ولكي أرد على السؤال الأول سأجيب بالإيجاب. نعم تم ذلك. بالنسبة لهذه المسألة هناك ثلاث أو أربع نقاط. النقطة الأولى هو أنه حينما اتخذت إجراءات أحادية الجانب لم يعلق المغرب باحترام القرار السيادي الأحادي اتخذته السلطات الفرنسية. بالطبع كانت هناك ردود من طرف الأشخاص المعنيين والجميع قد تابع ذلك، لكن اليوم قرار العودة هو قرار أحادي يحترمه المغرب ولن يعلق عليه رسميا. ذلك هو الأمر الطبيعي، وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى البعد الإنساني، وقد اتخذ قرار أحادي الجانب يسير في الاتجاه الصحيح. وبالنسبة للحديث عن الأزمة، لا أعتقد أن هناك أزمة فرنسية مغربية. السيدة الوزيرة فسرت ذلك. هناك الحاجة للتجديد، هناك الحاجة لتكييف هذه العلاقة لجعلها تتكيف. وبفضل رؤية صاحب الجلالة تطور المغرب داخليا على المستوى الاقتصادي والسياسي إلى آخره. قد تطور المغرب كثيرا بفضل هذه الرؤية داخليا. بفضل رؤية صاحب الجلالة عزز المغرب انتشاره على المستوى الدولي وريادته على المستوى الدولي ونوع من شركائه. هل ذلك يعرقل العلاقة أم هو أمر إيجابي بالنسبة للعلاقة؟ نحن نعتبر أن ذلك أمر إيجابي لأن المغرب قد تغير وتغير كذلك في انتشار المستوى الدولي. قالت السيدة الوزيرة أن فرنسا تغيرت كذلك، والبيئة الإقليمية والبيئة الجيوسياسية تغيرت بدورها، وهذا هذه العلاقة مع الاحتفاظ بأسسها الصلبة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات. وفي إطار الآليات والمقاربة والمضمون ينبغي أن تتكيف هذه العلاقة مع هذه التوترات وتأخذ التطورات هذه بعين الاعتبار. وكما سبق وأن أشرت فإن المغرب الذي أصبح قويا أقوى داخليا ومع أطراف متعددة وتنويع العلاقات، ذلك لا معوقا لعلاقاتنا، بل إنه ورقة رابحة بالنسبة للعلاقات الفرنسية المغربية. السيدة الوزيرة قالت بأن العلاقة بين فرنسا وفرنسا لها أسس صلبة ولها خصوصية لا يمكن مقارنتها مع العلاقة الأخرى، ولكن ينبغي أن نتكيف مع تطورات المغرب وتطورات السياق وتطورات فرنسا. لقد أشرت إلى ذلك، ولا بد من أن نتناول هذه التغييرات بروح إيجابية وحتى استباقية. نعم إنها ورقة رابحة بأن نرى بأن المغرب قد تمكن من التطور وقد أصبح له دور في المنطقة
خارجها دور جديد. إنها ظاهرة طبيعية مما يجعلنا نطرح علاقتنا خلال العقود القادمة على أسس أكثر حداثة كما يستدعي الوضع اليوم وكما هو حالياً.